بخيال جزائري وملكة إبداع محلية أصلية، عملت العديد من الجزائريات على تكريس وجود الفنون التقليدية حفاظاً عليها من الاندثار، وبأنامل حركتها روح الإرادة، وبمجهود ذاتي اقتحمت جميلة بوغرني مجال الفنون التقليدية والمستوردة. ولعل من بين هذه الفنون فن المكرمي والكريات السحرية التي أبدعت فيها مبتكرة تصاميم وديكورات جميلة جديدة تسر أعين الناظرين. جميلة امرأة ماكثة في البيت، بدأت قصة حبها وولعها بالفنون الحرفية اليدوية منذ الصغر. بدايتها كانت مع فن المكرمي، ذلك الفن العربي الأصيل الذي استخدمه العرب قديما لصنع شباك الصيد. هو عبارة عن فن العقد الذي يستعمل فيها شتى أنواع الخيوط وخاصة المتينة منها، والذي أثبتت فيه جميلة أن اليد الجزائرية لا تضيع ما نسجته خيالها. أنا على كل حال ملي كنت صغيرة نحب الحرف، هذا ستاندون نحب كلش. كي خرجت المكرمي بدأوا يخدموا فيه، بصح هو خدمة جزائرية قديمة من زمان يخدموا فيه، يخدموا فيه الناس في القصبة، النساء يتلاقوا في السطح يقصروا ويخدموا، وكاين منهم البحريه باش ما يطول عليهم الليل يبقاو يخدموا فيه ثاني في الباخره تاعهم. البحريه واش يخدموا؟ يخدموا لي كرافات، يعمروهم، يخدموا دي كغاف يغلفوهم بالمكرمي، يخدموا يديروا فيهم الماء باش يشربوا، ويخدموا عده اشياء. بخاسك شتي كيما يخيطوا شبيك الشبكه، بخاسك كيما الشبكه هي في الحقيقه فن تاع عقد، يخدموا العقد، يعقدوا شبكات وكذا. خرج من عند البحرية، في الحقيقة خرجت من عند البحرية وهي أصلها عربي. إصرار جميلة على الابتكار وتعلم كل ما هو جديد جعلها تلج إلى عالم الفنون المستوردة من خلال تعلم أساسيات الكريات السحرية منذ دخولها للجزائر. وباتباع بعض الحسابات البسيطة يتم خلق أشكال وتحف جميلة تصلح للتزيين التي تعكس الذوق الرفيع وإبداعات المرأة الجزائرية. صنعة في اليد أمان من الفقر، ذلك المثل الذي تؤمن به جميلة من خلال جعل تلك الحرفة بالمهنة التي تسترزق منها، حتى وإن تأخذ من وقتها الكثير إلا أنها ليست بقدر الراحة النفسية التي تحققها لها. ومن داخل بيتها وقفت كاميرا النهار على جانب من إبداعاتها. جميلة كي حاطه لهنايا فوق الطاولة، كي حاطه بزاف انواع بزاف متعددة من المكرمي وبالاخص السفيكان، اسكو يكون على حسب ذوق الزبونة ولا انت تبروبوزي عليها اللون ومام حتى المادة هذه اللي تشريها؟ كاين الزبونات هما يحبوا اللون اللي يحبوا هما يختاروه، والمام الموديل تاع الساك هما يحبوا يختاروه، الساك مام سواغي ولا تاع دايما ترفدوا. مي انا يا دي فوا كي يقولوا لي انت تعجبنا الذوق تاعك، تي خير لنا اللون وخدمي لنا الصاك اللي يعجبك. مثلا هذه حقيبه تاع دائما تخرج بها تخدم بها تفدها نورمال، وهذه ثاني حقيبه تاع يد ثاني دائمه، هذه صواغي كي يحبوا هذا الموديل تاع صواغي، هذه ثاني حقيبة تعامل نورمال. هذا تاع صواغي راه فيه لي بول ماجيك؟ لا ماشي لي بول ماجيك، هذا باقاش خاصين بالمكرامي. هذا كريات خاصين بالمكرامي. هذا ثاني تاع بنات صغار، ثاني هذا بنات صغار، هذا ثاني تاع دي بتيت جان، فيه هذا ماشي كامل كاع تاع البنات صغار، وكان يحبوا انواع هكذا داير لي موديل هكذا. هذو خاصين فيليات، هذا اللي فيلي. جميل، انا شفت ما بين لي ساك اي كان مختلف، كل وحده تختلف في اليد على الاخرى. هذه باغ اكزومبل هذا ستافيلي، فيلي
يقضوا فيه. شتي تعرفي الانسان الكبار تحبوا يرفدوا حاجه ولا يشرو فيه حاجه يحطوا فيه. وهذا ما لا لا هذو تاع البنات يروحوا يخدموا. كاين اللي تبعش البنات كان دوك راهم بالحقيبه يحبوا يرفدوا ليسار، وهذا ثاني كاين لبسوهم ماشي مختلف، البنات صغار واللي جون فيه يرفدوا ثاني هكذايا. وكاين هذا ثاني ساكن هذا الموديل، كاين هذا ساك سواغي برك، هذا الموديل برك بصح هذا ساك سواغي يجي صغير حقيبه صغيره برك. درت هذا موديل، كاين توجد هنا هذه السله، هذه السله تاع الفاكهه، السله تاع الفاكهه. وهذا لوغو، هذا لو كاري، هذا ديكور برك يشبحوهم هكذا برك يشبحوهم. وهذه بورت سيرفييت، بورت سيرفييت هذه ثاني بورت سيرفييت ديري سرابت منها وتعلقيهم هكا ما يبانوش. وهذه ثاني تواسي تاع المغارف الخشبيه الكبار هكذا تعلقيها. وهذه سله وحده اخرى، هذه خاصه بالخبز، كل وحده والنوع تاعها ماشي خدمه وحده في تاعها. فنون تحتاج إلى المهارة اليدوية في تنفيذها وامتلاك الحس الإبداعي الذي يساعد على الابتكار بعيداً عن التقليد والتقيد بالنماذج المستوردة. أما بالدرجة الثانية فهي تعتمد على أدوات بسيطة ولكن مكلفة نوعاً ما. وشيء هذه الصناعة وشيء اللي شايفاته انت فيها ما يخليش بزاف الناس يتعلموها. كاين صح، كاين بعض البنات كانوا يتعلموا عندي، مي المدخول تاع ماليهم ماشي بزاف باسكو شويه غاليه، ما نكذبش عليك غاليه. باغ اكزومبل الماده لا لي بول ماجيك غاليين. باغ اكزومبل هذا يدير طل تاع باغ اكزومبل يدير طل تاع هذا البوله. انت يا الطل تاع البوله شحال راك تجيبي؟ تجيبي نص طل بخمسه حتى 38000. صافي اللي تتعلم حاجه واحده اخرى ب 100000، ما تنجمش وراها الخيط وكا. صافي بزاف اللي ماليهم ما يقدروش يمدوا لهم باش يحبوا يتعلموا. بصح غالب كاين بزاف انا نقدر نعلمهم من عندي، ما نخلص ما يخلصونيش معليش. بصح ما نكذبش عليك ما قدرتش انا نشيلهم لي بول ماجيك، ما قدرتش نشيلهم لي بول على جال هذه برك فيهم السعر تاعهم غالي. شراء الخرز والخيوط وإن كان مكلفاً إلا أنه أصبح لزاماً على جميلة حتى تحقق رزقها، وما حقق لها شهرة في مدينتها خاصة لدى محلات الخياطة. جميلة كحرفية يعني بو على زوج صوالح، كحرفية يعني الله يبارك صنعتي ديها يعني مليحة وتخدم مليح في الماكرامي لي بول ماجيك. وجميلة كليون تاعي يعني اعز لي كليون تاوعي و تخدم يعني الله يبارك يعني شفنا خدمتها وكاين سايجون يشوفوا خدمتها كذلك. الحمد لله لاباس. باغي تعرض عندك صور الاشياء اللي تخدمهم، تعرضهم للبيع ولا لا؟ سيتادير يجوا هنا بو انا ما نشوفهاش، سيتادير هنايا وتعرض هنا يبيع، مي الناس يشوفوها عندي هنايا صافي عام عام. جميلة نموذج للمرأة الجزائرية التي تحدث واقعها ولا تزال تثبت قدرتها على العطاء والإنتاج من خلال عزيمة وهدف واحد هو إعادة الفنون اليدوية للواجهة من خلال الاهتمام بالموروث التقليدي والنهوض به من جديد، وكذا مواكبة الفنون الأجنبية على المجتمع الجزائري وطبعا ضمان الرزق الحلال. انا راني نخدم في الماكرامي نيبول ماجيك الحمد لله، خير من اللي خدمت برا. خدمت برا مي ما صبت روحي كيما الرزق اللي نخدمه انايا بيدي. وان شاء الله نتمنى كاع الناس وكاع البنات ماشي غير البنات الذكوره كامل يخدموا ويجيبوا عرقج بينهم بالحلال، ما كاش كيما هو ما كاش كيما كسب الحلال.